ما هي دلالات اعتراف السعودية رسمياً بوجود محادثات بينها وبين ميليشيا الحوثي؟ ما هو مستقبل الملف اليمني وفق هذه التفاهمات واتفاق الرياض؟ وماذا تريد السعودية لشمال اليمن وجنوبه من وراء كل هذه الترتيبات؟ أهلا بكم. قال مسؤول سعودي رفيع إن المباحثات بين المملكة وميليشيا الحوثي تتم منذ 2016. السعودية التي تقول إنها تدخلت في اليمن لإعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب فرخت مؤرخا انقلابا آخر في عدن وترتب أوراقها مع الانقلاب الأول في شمال البلاد. أصبح جليا أن السعودية وحليفتها الإمارات تريدان الإبقاء على الكيانات الانقلابية والمشاريع ما قبل وطنية على حساب دولة موحدة وديمقراطية. أصبح اليمنيون جميعا يعرفون ما تريده السعودية باستثناء الرئيس هادي وقيادة الشرعية المقيمين في الرياض. هل تهيئ السعودية الملعب في اليمن لطي صفحة الشرعية والترتيب مع مشاريع الفوضى والتقسيم؟ وما هي مخاطر اللعب بالنار على السعودية والمنطقة برمتها؟ وهل سنسمع اعتراضا للشرعية أو أحد مكوناتها؟ أم أن الأرض مفروشة بالارتهان أمام المملكة وحلفائها؟ مباحثات بين السعودية وميليشيا الحوثي. مسؤول سعودي يؤكد رسميا ولأول مرة أن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن. المسؤول أضاف لوكالة فرانس بريس أن هناك قنوات اتصال بين السعودية والحوثيين على مستويات عليا، وذلك منذ العام 2016. مؤخرا كثر الحديث حول التفاهم السعودي الحوثي بدعم من الولايات المتحدة لهذا التوجه بحسب تصريحات سابقة. هذه التفاهمات يرى كثيرون أنها تأتي بالضرورة على حساب الشرعية والدولة اليمنية، لأن الرياض أثبتت سوء نواياها في مسألة دعم الشرعية واستعادة الدولة بحسب الوقائع على الأرض. اتفاق الرياض الذي وقع حديثاً يعد أحد شواهد انقلاب الرياض عن الثوابت الوطنية اليمنية والمرجعيات الثلاث وتنصلها عن الالتزامات التي تعلنها رسمياً منذ انطلاق عاصفة الحزم. الاتفاق الذي ضغطت السعودية والإمارات على توقيعه وظهرت الدولتان على أنه برعايتهما يساوي بين الشرعية والمجلس الانتقالي، ويظهرهما طرفين متصارعين على السلطة والنفوذ، ويشترط على الدولة أيضاً التوافق والتشاور مع هذا الطرف قبل اتخاذ أي قرار أو تعيين، ليس استناداً لأي مسوغ سوى أن الإمارات والسعودية تقفان خلفه. اتفاق الرياض والتقارب بين السعودية والحوثي معطيان يجعلان من فكرة عودة الدولة وقيام الدولة الاتحادية أبعد من أي وقت مضى، في الوقت الذي تغرق فيه قيادات الشرعية في الارتهان والعجز دون إبداء أي اعتراض على المخطط المشبوه للرياض وأبوظبي. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. أهلا بك. اتفاق الرياض يعد جولة جديدة من جولات الصراع في اليمن، إلى ماذا ستفضي برأيك؟ لا شك هو استمرار لهذا المسلسل الصراع، مثلما كان اتفاق الرياض هو نتيجة ومؤشر ونتيجة طبيعية لفشل التحالف في اليمن. هذا الفشل سيستمر من خلال التعاطي بنفس الأدوات وبنفس الرؤى وبنفس المقاربات للأزمة والحرب في اليمن، مما لا يخرجها أو لا يدفعها إلى دائرة الحل بقدر ما يدفعها إلى دائرة التعزيم ومزيد من متتالية الأزمات واستمراريتها التي لا تنقطع ولن تنتهي ما لم يكن هناك مقاربة حقيقية تستند على إرادة اليمنيين، تستند على مصالح اليمن العليا والاستراتيجية ومصالح الشركاء أيضا في المنطقة. أما الذهاب بهذا الشكل استلاب القرار السيادي والسياسي لليمن تحت ذريعة وقف نزيف الدم اليمني وتحت ذريعة لملمة الصف، بينما في حقيقة الأمر هذا الاتفاق كان عبارة عن سلب القرار والإرادة الوطنية وتغييرها لصالح لجنة خليجية لإدارة هذا المشهد المعقد الذي فشلوا بإدارته منذ 4 سنوات، ويستمرون
أيضا في فشلهم في إدارة هذا المشهد الأكثر من معقد والأكثر من رمال متحركة لا يستطيع الوقوف عليها الأشقة في الخليج جيدا. نعم، إذا أستاذ نبيل لو نحسبها بهذه الطريقة، السعودية تدخلت لإنهاء الانقلاب كما تقول انقلاب الحوثي، لكنها اليوم تكافح لإنهاء أو لحماية حدودها، هل يمكن مقاربة توجهها جنوبا بما يحدث على حدودها، خصوصا أنها اليوم المرة الأولى تؤكد رسميا وجود محادثات بينها وبين الحوثي؟ المشكلة أنه السعودية تدخلت بناء على أزمة الانهيار الأمني لمنظومة الدولة اليمنية في المنطقة الشمالية وهي في اليمن أو ما يسمى بشمال اليمن. اليوم بعد 4 سنوات من استمرار هذا الخطر وبقاء جماعة الحوثي وتغولها أيضا في المشهد وبل تحولها من سلطة أمر واقع إلى أشبه بسلطة أمنية وعسكرية موجودة على حدود المملكة العربية السعودية، مما يعني أن الخطر الاستراتيجي التي تدخلت المملكة من أجله من أجل إيقافه تعاظم، وهو ليس في إطار الحدود الشمالية لليمن الشمالية لليمن الجنوبية بقدر ما هو في شمال اليمن وليس في جنوبه، وبالتالي الذهاب إلى تحقيق بعض النفوذ أو بعض الترتيبات الأمنية والسياسية في المناطق الجنوبية هو لا يعني بحال من الأحوال توقف الخطر الذي بات يتهدد المملكة العربية السعودية من قبل جماعة الحوثي باعتبارها امتدادا عسكريا وأمنيا وفكريا وثقافيا للمشروع الإيراني في اليمن. وبالتالي اليوم حتى رأينا يعني تصريح وزير الخارجية، تصريح وزارة الخارجية الإيرانية كان واضحا في الحديث على أن اتفاق الرياض لن يكون سببا للأمن والاستقرار في اليمن، وأنها لا يمكن أن يتحقق له النجاح دون الاعتراف بالوضع في اليمن، بمعنى أنه الإيرانيين لا زالوا يصرون على أن هم لهم يد ولهم نفوذ ولهم وجود في الأراضي اليمنية، وبالتالي لا يمكن للمملكة العربية السعودية تجاهل ذلك من خلال الذهاب إلى لملمة المشهد أو لملمة الفشل الخليجي في اليمن بالطريقة التي رأيناها من خلال اتفاق ما يسمى باتفاق الرياض. نعم، إذن في اتفاق الرياض حضرت مفردة المخا كمنطقة ستخضع للحضور الأمني، وتساءل الكثير يعني لما يحضر ميناء يعد يعني تابع لمحافظة تعز شمالي في مشكلة جنوبية. طبعا هي المسألة ليست يعني من أعطاهم أولا الحق في الحديث على شمال وجنوب اليمن، اليمن لا زال في كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية هي الجمهورية اليمنية المعترف بها من قبل العالم. الحديث على 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 هذه التقسيمات أنا لست في وارد الحديث عليها، لأنه المخا بالأخير هي جزء من الجغرافية الجنوبية اليمنية كما هي أيضا جزء من الجغرافية الشمالية اليمنية، وبالتالي الذهاب إلى التقسيمات الغبية هذه أنا باعتقادي ليست هي المشكلة اليوم، بقدر ما هي المشكلة إنه هناك نوايا سيئة مبيتة وهناك فشل سندفع نحن اليمنيين اولا واخيرا. يعني لم نقل نحن ذلك، من يقول ذلك هو المجلس الانتقالي الذي تبنى مسألة جنوب اليمن، وربما بالامس ناقشنا هذا الموضوع مع احد قادة الانتقالي وقال بان هذا الاتفاق هو اتفاق مرحلي، يعني ما زالوا مصرين على ان هناك انفصال في ما بعد هذه المرحلة. طبعا هو هذه الاستراتيجية هم اللي المنطلقين منها اصلا وحقيقة، يعني هم لا يخفون مثل هذه الاشياء ولا زالوا حتى الان، وإن كان مؤتمر وإن كان اتفاق الرياض هو ينص على يعني تجاوز مسألة الذهاب إلى الانفصال مؤقتا، لكن في حقيقة الأمر اتفاق الرياض يؤسس فعلا وحقيقة لاتفاقات أو لمراحل وجولات قادمة من الصراع اليمني ومن ويؤسس ويمهد الأرض لوجود كنتونات خارج إطار الشرعية الرسمية وخارج إطار أيضا الإجماع الوطني اليمني ممثل به مؤتمر الحوار الوطني ومؤثر أيضا بمخرجات الحوار ومثل أيضا حتى بمشروع الدستور القائم والذي تحدث عن الذهاب إلى تقسيم اليمن فيدراليا إلى 6 أقاليم. ما يجري اليوم اتفاق الرياض هو يعني حتى وإن كانت البند الأول أو الدباجة الأولى للاتفاق ينص على أهمية الانطلاق من المراجع المرجعية الثلاث، لكنه في حقيقة الأمر عندما تذهب إلى تفاصيل هذا الاتفاق وبنوده أنت تكتشف أن نحن أمام إشكالية حقيقية وتناقض فج لا يمكن أن يقع به المبتدئون البسيطون في السياسة، فما بالك بدبلوماسيين وسياسيين وأبحاث يعني نحن أمام إشكالية حقيقية فيما يتعلق بهذا التناقض الموجود في صلب
اتفاق الرياض الذي يمهد فعلا لجولات صراع قادمة، ويمهد أيضا ويؤسس لكنتونات داخل الدولة ويسلبها قرارها بالأساس. إذن يعني أليست هذه الاتفاقية محاولة لمعالجة مشاكل الجنوب؟ هل تجد أنها ستفضي لذلك فعلا؟ من خلال المفردات التي وردت في الاتفاق، هي كلها تتحدث عن جغرافية جنوب اليمن، فضلا أيضا عن المؤشر الخطير فيما يتعلق بمسألة التوقيع، أنه الشخصيات التي وقعت على هذا الاتفاق هي جنوبية بالأساس، وبالتالي هناك أزمة جنوبية، أزمة ما قبل هذه الأزمة من قبل إعلان الوحدة اليمنية، هي أزمة بين جناحين ومسارين للصراع في جنوب اليمن. وبالتالي ما حدث في اتفاق الرياض هو في حده الأدنى أو في حده الواضح اليوم أنه إعادة لترتيب البيت الداخلي الجنوبي وفق لهذا الاتفاق. أما فيما يتعلق بالأزمة والحرب التي قام من أجلها التحالف العربي، أنا باعتقادي لا علاقة للرياض بمثل هذا الاتفاق، لأنه الحرب قائمة في الشمال وأسبابها قائمة، والانقلاب لا زال قائم، والفشل الكبير للخليجيين في فشلهم في تحقيق ما أرادوا تحقيقه من خلال إعلان التحالف لا زال قائما، وبالتالي لا زالت كل الأبواب والسيناريوهات مشرعة في وجه المشهد اليمني، وإلى أين سيذهب هذا ما لا يمكن تنبؤ به في هذا. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا الأستاذ أحمد بلحاف، مسؤول العلاقات الخارجية في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، مرحبا، أهلا بك. أستاذ أحمد، لمجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي مآخذ عدة على اتفاق الرياض، وهناك بيان صدر بهذا الخصوص، فهل بالإمكان أن تطلعنا على أبرز ما جاء فيه؟ نعم، مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي أصدر بيانه كغيره من المكونات الجنوبية التي رفضت هذا الاتفاق الذي شرع التواجد السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية اليمنية. البيان أتى رافضا لكونه لا يلبي تطلعات وطموح بناء المحافظات الجنوبية، وخصوصا أن هذا الاتفاق هو تشريع للوجود السعودي الإماراتي، فلذلك رموز وقيادات مكون مجلس الإنقاذ الوطني الذي ينضوي تحته لجنة الاعتصام، مجلس أهالي قبائل شبوة، اتحاد قبائل أبين، تنسيقية شباب عدن، وعديد من المكونات التي ينضوي تحت هذا المكون أعلنت موقفها رافضة لهذا الاتفاق الذي فيه أجحاف وفيه عدم الأنصاف، بل وهو شرعنا الاحتلال، وكما أوضح البيان أنهم يرفضون هذه الاتفاق الذي تم في الرياض برعاية سعودية إماراتية، وهو يرى فيها بناء المحافظات الجنوبية الأحرار الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، إلى بلد ذات سيادة، وأن يكون قرار الشعب وليس قرار الإملاءات الخارجية. فلذلك رأينا هذا البيان يحتوي ويتضمن على نقاط مهمة جدا، وهو بالشكل العام رفض لهذا الاتفاق جملة وتفصيلة طبعا، ولذلك أيضا المكونات الجنوبية الأخرى، في هناك قبائل وهناك شرائح عديدة رفضت هذا الاتفاق. نعم، إذا ما الذي، هناك من يتساءل أستاذ أحمد أنه ما الذي فرق، يعني أليس اليوم الحكومة والمؤسسات معظمها بيد مسؤولين من أبناء الجنوب، فما الذي يفرق؟ بالطبع انه يفرق ان هذه رموز الحكومه الشرعيه بشكل عام اليوم اصبحت تحت وطأة الاحتلال وتحت اوامر الرياض واللجنه الخاصه في السعوديه، فنحن نرى اليوم محمد بن زايد وهو الشخص المتهم بجرائم حرب وقصف الجيش الوطني وانتهاك حقوق الانسان في المحافظات الجنوبيه، في سقطرى، في عدن، في حضرموت، والسعوديه ايضا تنتهك سياده البلد في محافظه المهره وتنتهك حقوق الانسان، وهؤلاء رموز جميعا بيد اللجنه الخاصه ومحمد بن زايد، فلذلك هؤلاء لا يلبون تطلعات وطموح ابناء اليمن في المحافظات الجنوبيه، فالفرق واضح، والمواقف التي ابداها ابناء المحافظات الجنوبيه ازاء هذا الاتفاق كانت واضحه، بان هؤلاء لا يمثلون ابناء اليمن بشكل عام ولا يمثلون ابناء المحافظات الجنوبيه، فهذا الاتفاق رفضه ابناء اليمن بشكل عام وخصوصا ابناء المحافظات الجنوبيه، لكون ايضا ان المجلس الانتقالي هو اداه بيد الخارج وليس المخول بالحديث عن
صوت أبناء الجنوب، ولذلك رفضوا هذا الاتفاق، وسيكون هناك خيارات مفتوحة للشعب في المحافظات الجنوبية، وهناك طبعا سيكون تصعيد كبير. ما هي هذه الخيارات أستاذ أحمد، خاصة يعني وأنتم في نهاية البيان دعوتم كافة القوى الوطنية والشخصيات إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال، كيف سيتم ذلك؟ نعم، كما رفع صوت الرفض في محافظة المهرة شرق اليمن لرفض التواجد السعودي أو بالأصح الاحتلال السعودي، هناك تجري تواصلات مع رموز وقيادات قبلية وحزبية ولمكونات في المحافظات الجنوبية لإيجاد تنسيق أكبر ومواجهة هذا التوجه الجديد الذي يخلق واقع جديد وشرعنا بشكل صحيح للتواجد السعودي الإماراتي. الرموز هي وطنية كثيرة في المحافظات الجنوبية، المكونات ذات الطابع الوطني لا زالت موجودة، وهناك تنسيق يجري في هذا الأثناء للخروج إلى الشارع ورفع صوت المطالب لخروج هذه القوات من المحافظات الجنوبية وبشكل عام من اليمن، وإنهاء الوصاية السعودية الإماراتية على المحافظات المحررة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد بلحاف، مسؤول العلاقات الخارجية في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني من الواضح أن الاتفاق تجاهل العديد من المكونات الجنوبية واعتبر أن من يمثل الجنوب هو الانتقالي، كيف يمكن القفز على هذه النقطة؟ قطعا إذا كانت العملية من أساسها عملية خاطئة، أو بمعنى آخر أنه مقدماتها خاطئة، وهي الذهاب إلى اختزال الجنوب كله بجماعة ليس لها ذلك الحضور الاجتماعي والقبلي والشعبي في أوساط الجنوب، هو تجاوز أيضا لكثير من الحقائق على الأرض. هناك تيارات وهناك جماعات كبيرة وفاعلة وحركات اجتماعية احتجاجية كبيرة في الجنوب كلها خارج إطار هذا الحساب. بس الإشكالية والخطيرة أيضا أنه الذهاب للاعتراف بالانتقال بهذا الشكل وجلوسه ندا للحكومة الشرعية هو أيضا نتيجة للفشل الكبير الذي أتحدث عليه دائما، هو فشل الخليج في معرفة حقيقة السياسة والوضع والاجتماع في اليمن. وبالتالي هم ذهبوا إلى يعني على نفس مسار جماعة الحوثي، أنه من يمتلك السلاح ومن يمتلك الدعم ويستطيع أن يعني يقف في وجه الحكومة الشرعية وإذا انتصر عليها أو يتمرد عليها بإمكان الإخوة الخليجيين أن يمنحوه قليلا من المال وقليلا من الاعتراف حتى يصير طرفا فاعلا في المشهد السياسي بحسب التعريف الخليجي للمفهوم السياسي. وبالتالي ما حصل في الجنوب هو يؤسس، ليس فقط الآن هو يؤسس لجولة عنف كبيرة وخطيرة في المشهد الجنوبي عموما. هناك أطراف في الجنوب وحراك المجلس الأعلى، المجلس الجنوبي، المجلس يعني كثير من الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في الجنوب التي لم ترفع السلاح وهي ولديها مطالب أيضا سياسية في هذا السياق لم ترفع السلاح. اليوم ما حصل الانتقالي هو سيدفع، ستبحث هذه الجماعات وهذه الحركات على ممول لتفجر المشهد عسكريا كما فعل أصحاب الانتقالي في عدن. وبالتالي نحن أمام يعني تأسيس لجولة من العنف الذي يشرعن مسألة استخدام السلاح في الوصول لأهداف السياسة. وبالتالي حينما نصل لهذه المرحلة نحن نكون قد دمرنا البنى الاجتماعية والسياسية أو الأرضية السياسية للمشهد السياسي في اليمن، وبالتالي سنشهد اليمن أو ستشهد اليمن في قادم الأيام جولات من الحروب التي لن تنتهي من خلال التأسيس المتعمد لمثل هذا المشهد ابتداء مع جماعة الحوثي وانتهاء وليس انتهاء بجماعة الانتقالي. وبالتالي أنا باعتقادي أن اليمن هي عقدة الجغرافية التي ستلاحق الإخوة في الخليج وغيرهم، كل الذين صمتوا عما يجري في اليمن وتعمدوا عدم فهم الوضع في اليمن وحقيقة الوضع والصراع في اليمن، أن هناك دولة أو أن هناك شعب يريد الوصول إلى مرحلة الدولة وتم عرقلة هذا الوصول من خلال دعم الميليشيات الطائفية شمالا والميليشيات القروية المناطقية جنوبيا. هذا الوضع لن يؤدي إلى استتباب المنطقة عموما، ليس فقط نعم. اليمن كيف يمكن أن يؤثر على السعودية بالذات؟ يعني هناك من يقول أن السعودية تلعب بالنار بكل هذه الترتيبات سواء اتفاق الرياض أو التفاهمات التي تجريها مع الحوثي. في المفهوم الاستراتيجي لمفهوم الأمن القومي يتعرف الناس كثيرا أنه أي صراع في أي دولة لابد أن ينتقل هذا بغض النظر عن ماهية هذا الصراع، سياسي أو مذهبي أو إثني أو طائفي، سميه ما شئت، أنه أي صراع في أي جغرافيا هو بضرورة
له ما يشابهه وما يماثله في الطرف الآخر. نحن في الحالة اليمنية مثلا في جماعة الحوثي جماعة طائفية مذهبية لها حقوق أو لها مطالب تدعي أنها تطالب بها ومن أجلها شرعنت استخدام السلاح وتورطت باستخدام السلاح والعنف نتيجة للعقيدة التي تعتقدها ووصلت الأمور لهذا الطب. في الجهة المقابل موجود في السعودية نفس هذا الحراك، موجود هناك جماعات شيعية لديها نفس المطالب ولديها نفس الرؤى السياسية ونفس الرؤى المذهبية التي وتعمل ليل نهار من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. فما دام قد تحقق لهم في الطرف الآخر في اليمن مثل هذا المشهد، بالضرورة سيذهبون إلى ترتيب مشهد آخر وسيناريو آخر مماثل للحاصل في اليمن في الأراضي السعودية. هذا في جانب ما يتعلق بالأبعاد الطائفية والمذهبية لمثل هذه الأفكار العنفية المسلحة والطائفية. في البعد الآخر المسار الآخر، نحن في مناطقنا في المنطقة العربية تحديدا لم نصل إلى مرحلة إيجاد الدولة الوطنية الضامنة للحقوق والحريات لمختلف المكونات الجغرافية والفئوية والقبلية. لازلنا هناك من بعض الأطراف هي التي تختطف الدولة وتقيس الدولة على مقاسها وتفصل الدولة على مقاسها، وبالتالي هناك مظلومية كبيرة في كثير من الجغرافية اليمنية أو جغرافيا المنطقة عموما. وأيضا مثل الحال موجود في المملكة العربية السعودية، هناك أطراف الجغرافية السعودية يعني لازالت ترى أنها مهضومة وأن السلطة والحكم في يد جغرافيا معينة، وبالتالي مثل هذه الأمراض التي السياسية التي لا تعالج بطريقة منطقية بطريقة سياسية حقيقية تبقى نتوءات قابلة للتكرار وقابلة للانفجار في أي لحظة متى ما توفر نموذج مشابه. ما يحصل في اليمن تفجر المشهد اليمني احتقانه المذهبي والطائفي مثلا بانقلاب صنعاء في أغسطس في سبتمبر 2014 هو قابل للتكرار والحدوث في المملكة العربية السعودية. نفس الإشكال ما حصل مع الانتقالي هو قابل للتكرار في المنطقة في جنوب المملكة أو غربها. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بوجود نماذج قابلة للانفجار وقابلة للانتقال والعدوى من منطقة إلى أخرى، لأنه بالأخير المنطقة على امتداد 60 أو 70 سنة ماضية لم تصل لمرحلة الاستقرار السياسي بوجود دولة ضامنة لحقوق أبنائها جميعا. نعم، إذن أستاذ نبيل، ما هي آفاق الحرب والسلام في اليمن على ضوء اتفاق الرياض والتفاهمات الأخرى التي تجريها السعودية مع الحوثي؟ أنا كما قلت أن اتفاق الرياض هو نتيجة لفشل السياسات الخليجية، فيستحيل أن تذهب أو أن يكون لهذا الاتفاق أي أفق للسلام ما لم يتم إصلاح أساس الذهاب إلى اتفاق الرياض أصلا. ما هو أساس الذهاب إلى اتفاق الرياض؟ أساس الذهاب إلى اتفاق الرياض أو بمعنى نشوء مذهب أو اتفاق الرياض أصلا وأساسا نتيجة لهذا الفشل. لا يمكن أن يكون الفشل الموجود باتفاق الرياض أو تحقيق ما يرومه اتفاق الرياض ما لم يتم إصلاح الخلل الذي أدى إلى ذهاب اليمني لاتفاق الرياض. ما هو هذا الخلل؟ هو وجود سياسات خاطئة وسياسات ناقصة وسياسات يعني عبثية فيما يتعلق بحرب التحالف في اليمن. هذه السياسات هي اللي انتجت اتفاق الرياض وهي التي ربما ستنتج اتفاق آخر مع جماعة الحوثي، وبالتالي كل هذه السياسات المغلوطة تجاه اليمن هي التي ستؤدي إلى فشل كل هذه السيناريوهات، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، معناه هناك مقدمات خاطئة بالضرورة ستؤدي إلى نتائج خاطئة. إذا كان مسألة الذهاب إلى اتفاق الرياض بهذه الصيغة التي ما كان لولا سياسات التحالف في جنوب اليمن والمناطق المحررة التي أدت إلى ملشنة المشهد وتشتيت وإفراغ المؤسسة الأمنية والعسكرية والمدنية اليمنية من 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 محتواها من خلال هذه الملشنة والسلاح، وهو أنتج الحرب التي أدت إلى إسقاط شرعي في عدن وأدى بعد ذلك الاعتراف في هذا الانقلاب، هو نفس المسار الذي سيطبق مع جماعة الحوثي. وبالتالي يعني هل يمكن أن يعني نتوقع أن يحدث اتفاق مع ميليشيا الحوثي بنفس الآلية يعني تمكنه من السيطرة رسميا على شمال البلاد مثلا مقابل أن تؤمن السعودية حدودها؟ طبعا مسألة السيطرة على شمال اليمن أو جنوب اليمن يستحيل على أي طرف أن يتحكم بالمصدر بالمشهد اليمني، يستحيل. يعني لا الحوثي قادر أن يحكم اليمن جميعا ولا غير الحوثي قادر أن يقتطع له جزء من اليمن يحكمها بالأخير اليمن. لكن ما يحدث على الأرض هو الواقع، هذا ما يحدث، ما يحدث على الواقع هو مخيف فعلا، لكن بالمحصلة النهائية والنتيجة النهائية لا يمكن لأي طرف أن يستحوذ على اليمن. اليمن متعدد، اليمن متنوع، اليمن على امتداد التاريخ، لا يمكن لطرف من الأطراف أن يستحوذ عليه ويحكمه سواء في الداخل أو من الخارج. وبالتالي ما يحصل اليوم مثلا يعني
بحسب ما قلت انه هل ممكن يذهبون الى اتفاق مع الحوثي؟ ممكن جدا، هم متفقين مع الحوثي من لحظه خروجهم من صعدة وذهبوا الى صنعاء. اسقاط صنعاء كان باتفاق خليجي اصلا لمواجهه مسمى ثوره 11 فبراير، وبالتالي اليوم يعني الذهاب الى اي اتفاق مع الحوثي ليس جديد في المشهد اليمني، وليس جديد على العقول الخليجيه التي لا تفهم تعقيدات المشهد اليمني ومشاكله الاجتماعيه والسياسيه. وبالتالي انا لا استبعد ان يذهبوا الى اتفاق، ولا استبعد انه قد يكون هناك صيغه جاهزه ومعده للتوقيع مع جماعه الحوثي خلال الايام القادمه. نعم، اذا اسمح لنا استاذ احمد، استاذ نبيل ان ينضم معنا الاستاذ احمد جعفان الصبيحي الصحفي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير استاذ احمد. اهلا وسهلا، مساء النور بالاستاذه وبالاستاذ العزيز نبيل البكيري وبكل المشاهدين قناه الوقيف. نعم. أهلا بك أستاذ أحمد، نود أن نعرف كيف تنظرون إلى توقيع اتفاق الرياض، ما هي جوانب القصور والجوانب الإيجابية من وجهة نظرك؟ حقيقة الموضوع يحتاج بالنظر إليه إلى عدة زوايا طبعا، فيعني لا يمكن قراءة هذا الاتفاق والنتائج التي ربما ستترتب عليه إلا من أبعاد مختلفة. يعني هناك البعد الذي يتعلق بالسعودية ومشكلتها مع إيران والحوثيين وحدودها الجنوبية، وهناك أيضا المشكلة التي خلقتها الإمارات داخل الجنوب وأفرزت كل هذه الإشكالات، وأبرزها طبعا المجلس الانتقالي الذي تم تسليحه وتم سلقه على أساس مظلومية القضية الجنوبية وعلى أسس كثيرة، يعني وخرجوا بهذا المكون كغطاء سياسي يعني للكثير من الميليشيات والمكونات المسلحه التي ستلعب دورا ربما في قادم الوقت. وايضا هناك بعد مهم جدا يمكن يعني قراءته ضمن اتفاق الرياض، وهو بعد يتعلق ب العلاقات الخاصه بين وليي العهد المسلمين وعلاقة الإمارات والسعودية والإشكالية التي يعني صنعتها الإمارات ويعني وعلاقتها مع الشرعية والتي طبعا ارتكبت يعني فيها الإمارات طبعا جريمة حرب كبيرة جدا في يعني قصف الجيش الوطني وقتل 300 وقبلها أيضا هناك الكثير من القتلى. طبعا اتفاق الرياض يعني تتداخل فيه كل هذه العوامل والأبعاد، وبالتالي هناك ايضا بعض الايجابيات التي يمكن قراءتها حول اتفاق الرياض، وهي طبعا ربما تعالج مرحله معينه وهي تتعلق بسوء الخدمات الان في عدن والكثير من المحافظات المحرره واشكاليه ايضا دفع الرواتب وما شابه ذلك. ف يعني النتيجه الايجابيه ربما المترتبه على اتفاق الرياض هي هذه، انه الحكومه ستعود الى عدن وتمارس دورها وتفتح يعني المكاتب الاداريه والوزاريه وتمضي حياه الناس بشكل طبيعي وقضيه الخدمات والكهرباء والبريد وما شابه ذلك. فاذا نظرنا يعني الى المساله من عموم من كل هذه الزوايا سنرى انه هناك يعني قراءات متعدده لاتفاق الرياض، لكن بالمجمل يعني بالمجمل نقول انه كما اشار الاخ نبيل تماما انه لا توجد رؤيه يعني فاحصة وعارفة بالوضع اليمني وملابساته ومكوناته والكثير من الإشكالات التي لم يتم مراعاتها من خلال اتفاق الرياض، ومن هذا المنطلق يعني ستكون هناك إشكالية حقيقية في المستقبل. نحن لاحظنا أيضا قبل قليل من خلال اتصال الأخ أحمد بالحاء يعني حول الائتلاف والبيان الذي أصدره، وكثير أيضا من المكونات هنا وكثير أيضا من المناطق في الجنوب مثل حضرموت وشبوة و المهرة هي كلها لا ترحب بهذا الاتفاق لاعتبارات عديدة، أهم هذه الاعتبارات أنه يعني هذا تفصيل مسلح خرج على حين غراء يحمل السلاح، ليس لديه مشروع بقدر ما لديه آلة عسكرية فرض نفسه على المشهد السياسي. على ذكرك هذه المكونات أستاذ أحمد، على ذكرك هذه المكونات الآن، يعني هل بات على كل تيار حمل السلاح والاستقواء بطرف أجنبي حتى تأتي الشرعية لتعطيه مناصب أو يأخذ جزء من هذه الشرعية؟ نعم، هذا ما كنت أريد أن أصل إليه تماما.
فبالتالي نحن الآن نغري بالمزيد من التمرد ونغري من بالمزيد من انتزاع يعني حقوق سياسية وحقوق يعني إدارية ومكاتب يعني وحقائب وزارية وما شابه ذلك من خلال القوة المسلحة. فبالتالي هذا يكرس هذا النموذج السيء، ولم يتم مراعاته تماما في اتفاق الرياض، وربما يعني لانه هم يعني فقط راوا في المساله انهم سيحلوا مشكله يعني بين فصيلين متقاتلين في الجنوب، يعني وصلت الامور فيه الى خط لا عوده، ودخلت فيها الامارات بحدها وحديدها وضربت بما يسيء ايضا للتحالف وما يسيء لسمعه التحالف وسمعه السعوديه بالاساس يعني في المجتمع الاقليمي والدولي. وبالتالي يعني هم يعني نظروا للمساله وسلقوا هذا الاتفاق سلقا بناء على هذه الحيثيات، وهي حيثيات لا تكفي لان يوقع اتفاق كبير واستراتيجي يمكن ان يدور اشكالات كبيره مثل الاشكالات التي ناقشناها واشكالات ربما غيرها. وبالتالي نحن الان يعني امام يعني مرحله مهمه جدا. اردنا يعني في السابق ان يكون هذا التحالف يعني فعل خير يلملم الاطراف المشهد اليمني، يعيد الى الدوله هيبتها كون هذه الدوله يعني تمثلها سلطه شرعيه، انقلب عليها الحوثيون، وبالتالي هناك سيكون هناك فرق، سيكون هناك اشكال كبير في الجغرافيا، المجال الجغرافي الاستراتيجي لليمن، وهو امر يخص قضيه الامن القومي للمنطقه، واهم دوله مركزيه في المنطقه هي المملكه العربيه السعوديه. وبهذه الاعتبارات كنا نظن ان السعوديه فعلا ستنظر هذه المره بمنظار الامن القومي الواسع وليس بالمنظار الصغير والبسيط الذي يرى في اليمن ربما يعني حديقه خلفيه، او يرى علاقته بعلاقه اليمن يعني من خلال زاويه ضيقه، انه اذا نما اليمن وتكونت فيه دوله ربما ينتقل النموذج وما شابه ذلك ويهدد الملكيات الاسريه. يعني قلنا انه المشكله التي حلت على الجزيره العربيه سيجعل متخذ القرار السعودي ينظر الى المساله بعمق كبير، يراعي مساله الامن القومي الاقليمي والدولي، والمعني الاكبر بهذه المساله هي المملكه العربيه السعوديه. لكن ما نراه الان ان السعوديه فعلا تتورط كثيرا في بعض الامور والمسائل بدلا من ان تركز تماما على المشكله الحوثيه، مشكله يعني المشكله يعني هي اساس المشكله هي الشرعيه وانقلاب، وبالتالي هي جاءت يعني بحجه دعم الشرعيه لمحاربه الانقلاب. الان نحن نرى هناك اشكالات تداخلت كثيرا، وهي تفتت الشرعيه وتضعف مشروعيتها امام الناس وامام كل المكونات الموجوده سواء كانت في الجنوب والشمال، وهذا لن يكون في صالح الدوله اليمنيه، وبالتالي لن يكون ايضا في صالح الامن الاقليمي. نعم اذا شكرا جزيلا لك الصحفي احمد جعفان الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هناك من يتحدث عن نية أو أن السعودية تهيئ لطي صفحة الشرعية والترتيب مع مشاريع جديدة، الانقلاب الحوثي في الشمال والانقلاب الجنوبي في الجنوب. بطبيعة الحال اتفاق الرياض هو نصا صريحا عن حول هذه القضية، بمعنى آخر أنه تشكيل لجنة لإدارة المشهد اليمني، وأنه لا يمكن تحريك أي فرد وأي سلاح وأي قطعة سلاح وأي قضية في الداخل اليمني إلا بالعودة إلى هذه اللجنة وتلقي الأوامر منها. نعم، صلاحيتها أعلى من صلاحية الرئيس، أعلى من رئيس الجمهورية. يعني ما حصل باختصار هو سلب رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية والحكومة الشرعية صلاحيتها السياسية والسيادية، وبالتالي هذا باختصار ما يعني ما عجز عن تحقيقه الحرب والانقلاب في عدن طوال الفترة الماضية، أتى اتفاق الرياض لصياغته بطريقة قانونية بتسليم الجميع بمثل هذا المصير والمآل الذي آلت إليه اليمن. بمعنى آخر أنه لا شرعية حقيقية بقرار يمن اتحادي ولا متمرد انفصالي بقرار انفصالي أيضا، يعني الجميع يعني منزلة بين المنزلتين، لا هم قادرين الشرعية تدير المشهد بطريقة شرعية وبطريقة تخولها من خلال الشرعية التي تمتلكها، ولا الانفصاليين أيضا قادرين يذهبوا بعيدا عن رؤية المتعهد أو المتعهد السعودي للوضع في اليمن. وبالتالي هذه الخلطة العجيبة الغريبة المتناقضة في المشهد اليمني
هي الهدف منها إبقاء صراع أطراف في الداخل، من خلف هذا الصراع يتم استحواذ والسيطرة على القرار السيادي للشرعية اليمنية، لموانيها، لمطاراتها، لجيشها، لتفكيك أيضا ما يعني، أو بمعنى آخر لإنشاء جيش يؤدي واجبات معهودة إليه من قبل الضباط الإماراتيين أو السعوديين. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق مستقبل اليمن القريب، فيما يتعلق بسيادته واستقراره وقراره، وفيما يتعلق أيضا حتى بمصير اليمن الاتحادي الجمهوري الديمقراطي الذي يحلم به اليمنيون وخرجوا من أجله. إذن يعني على أي أساس يتم الاحتفاء بهذا الاتفاق خاصة من جانب الشرعية؟ يعني هناك من يرى أن شرعية هذه تتآكل يوما بعد آخر، خاصة مع وجود هذه اللجنة كما ترى. الشرعية لم 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 تعد تتآكل، الشرعية ماتت. يعني للأسف نقولها للناس أن الشرعية يعني باتفاق الرياض تم إهالة التراب عليها بمعنى صح، يعني لأنه هذه الشرعية اليوم لم يعد لها قرار. حتى الاحتفال باتفاق الرياض هو بأمر من مخرج هذا الاتفاق أصلا، دفعهم للاحتفال وإعلان البشرى أن هذا نجاح كبير وأنه عودة للأمن والاستقرار وعودة وانتصار كبير لفشل الإخوة في التحالف العربي أو في المملكة العربية السعودية. نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بإعادة تعريف مفهوم السياسة أصلا فيما يتعلق بهذا الوضع الشاذ الذي تعيشه المنطقة عموما واليمن خصوصا. هناك فشل، هذا الفشل يصب يعني يوميا في صالح تمزيق المنطقة وفي صالح مشاريع طائفية ومشاريع ما قبل الدولة ومشاريع ما قبل الوطنية. وبالتالي هذا الوضع الشاذ أنا باعتقادي إما أن يذهب بالمنطقة إلى الجحيم أو أن يخرج من بين هذا الركام، يعني لحظة تصحيح أو جماعة تصحيح لهذا الوضع وإعادة الوضع إلى مساره الصحيح. أما بهذه الوضعية التي نراها بهذه الترتيبات السياسية المستعجلة والغير دقيقة فيما يتعلق بترتيب الوضع في اليمن والمنطقة، أنا باعتقاد لا تطمن ولا تبشر بخير، لأن المنطقة تمشي بانحدار سريع نحو هاوية الاقتتال والصراع وتفكك المفهوم وصورة الدولة التي ترسخت على امتداد 50 سنة ماضية. أنا باعتقادي ما يجري في اليمن خطير، ولن يكون خطورته فقط على داخل الجغرافية اليمنية، إنما سيكون انفجار هذا المشهد على امتداد الجغرافية وما بعد حدود اليمن، لأنه بالأخير هذه المجتمعات هي مجتمعات واحدة فكرا وسلوكا ولغة وعقائدا، وبالتالي أي إشكالية أي مشكلة تحصل في هذا الطرف قطعا ستنتقل إلى الطرف الآخر. هذه يعني الجزئية التي يجب أن يفهمها الناس ويفهمها صانع القرار في المنطقة، إنه لا يجب أن يعني مثل ما كانت تونس شرارة انتشار ثورات الربيع العربي امتدادها إلى هذه المنطقة، ومثل ما كان قمع هذه الثورات في اليمن ومصر وليبيا نتيجة الذي أدى إلى هذا كل هذا الصراع وأدى إلى جر منطقة الخليج كلها إلى أتون هذه الحرب، أنا باعتقادي نتائج هذه الحرب سلبا وإيجابا ستكون مترتباتها وتداعياتها على المنطقة جميعا. نعم، إذن أضف إلى الكثير من المستائين من اتفاق الرياض، وربما يعني هناك من يتهمهم بأنهم كل يعني من وضح بأنهم مستاء من هذا الاتفاق بأنهم ضد السلام وأنهم دعاة حرب وما إلى ذلك، ولكن الأبرز ربما هو موقف الرئيس هادي مع ولي العهد أبو ظبي المتهم بكل الجرائم والانتهاكات التي حدثت في جنوب اليمن، وظهر يعني ممسكين بيد بعض ويبتسمون ويتحدثون وكأن لا دماء بينهما. طبيعة الحال هذا ما يريد المخرج، يعني هادي ليس له قرار الآن. اتفاق الرياض أعاد هادي إلى ما قبل أن يكون رئيساً، يعني حقيقة وحقيقة مرة نقولها اليمنيين أن اتفاق الرياض أنهى أي سلطة لهادي بعد اليوم. هادي أصبح سلطة ديكورية، هذه السلطة الديكورية تستخدم لتمرير ما تبقى من بقايا السياسة وبقايا الأجندات والمشاريع المشبوهة في الحالة اليمنية. بعد ذلك ذهب ليتصور ويصافح أحد أو يسلم عليه، أنا باعتقادي لا معنى لكل ذلك. اتفاق الرياض استلب الإرادة والقرار السياسي اليمني، وهناك ربما سيكون في قادم الأيام نفس هذه الصيغة سيتم اتخاذها مع جماعة الحوثي، وبالتالي نحن أمام مشكلة خطيرة فيما يتعلق بمصير اليمن
ليس مصير اليمن كجغرافيا، لكن مصير اليمن كدولة وكسيادة وكاستقرار وكوحدة اجتماعية وتعددية سياسية وجمهورية، كل هذا سيكون مهددا ومرهونا بمدى قدرة اليمنيين على لملمة هذا المشهد، وقدرة اليمنيين على استعادة زمام المبادرة واستعادة قرارهم واستقرارهم، قرارهم السيادي واستقرارهم في قادم الأيام. إذن أستاذ نبيل، يعني في ظل ما يحدث، يعني تتحدث عن شرعية أهيل عليها التراب وربما يتم الاحتفاظ بها لتمرير العديد من الأجندات السياسية على المستوى الإقليمي، ربما لن تنتهي دائرة العنف بمثل هذا الاتفاق، خاصة وهناك العديد من المكونات غير قابلة به. الملف مع الحوثيون ومع الحوثيين يعني توقف تماما الحديث العسكري، وهناك بوادر تفاهمات. ما هو المستقبل في ظل هذه الإرهاصات؟ المستقبل لا شك أنه مستقبل سيء للغاية في إطار هذه المؤشرات، أنه مؤشرات العنف أكثر من مؤشرات السلام، مؤشرات اللا دولة، اللا سلم، اللا حرب، كل هذه المؤشرات موجودة على على في في فوق في فوق المشهد اليمني. لا مستقبل قريب منظور لإيقاف عجلة الفوضى والعبث في الحالة اليمنية إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة قدرة اليمنيين على إعادة ترتيب المشهد السياسي من خلال ابتداع أو ابتكار لحظة سياسية تعيد اليمنيين إلى جادة الصواب، وتعيد اليمنيين إلى يعني ساحة الفعل والعمل. غير ذلك أنا باعتقادي أنه هذا الارتهان أوصلنا إلى استلاب الإرادة، الارتهان لكل الأطراف الإقليمية والدولية، الارتهان لكل من له فائض مال ويريد أن يكون له تأثير في المشهد اليمني. كل هذه المؤشرات سيئة للغاية، ليس في صالح اليمن على الإطلاق أن نكون أداة لأي طرف في الخارج، سواء كان يريد خيرا أو شرا لليمن. بالأخير أي إرادة مرتهنة لغير قرار يمني أنا باعتقادي ستظل أداة عبث وأداة عدم استقرار في المشهد اليمني. المشهد اليمني مرهون بوجود إرادة وطنية تنبثق من خلال هذا الركام الموجود اليوم لاستعادة القرار السياسي اليمني ومعارضة كل هذا التمزق وكل هذا العبث السياسي الذي يعتمل في المشهد اليمني. أنا باعتقادي كفاية ما جرى في اليمن خلال 5 سنوات كافي بأن يستعيد اليمنيون قدرتهم وعافيتهم والعودة مجددا إلى مربع السياسة. لكن أيضا يعني حتى لا نكون حالمين ومتفائلين أكثر من اللازم، هناك يجب أن الأطراف اليمنية الفاعلة اليوم يجب أن تعيد قراءتها المشهد. لا الحوثي قادر أن ينفرد ويحكم اليمن، ولا غير الحوثي أيضا قادر أن يتغلب وينتصر ويستحوذ على اليمن جميعا. هذه الأطراف هي أطراف يمنية، لا يمكن أن ننام ونصحو اليوم التالي وقد انتهى الحوثي أو انتهت الشرعية أو انتهى الانتقالي. يعني هذه المكونات الرئيسية في المشهد اليمني اليوم يجب أن تقطع يعني صلتها بالخارج وأن تعود إلى الداخل، والعودة إلى مربع إلى 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 القاسم المشترك الموجود الذي تم التأسيس عليه في المرحلة السابقة وهو مؤتمر الحوار الوطني، إلى مسودة الدستور وإعادة صياغتها بالطريقة أو بما يتناسب مع المتغيرات الكبيرة والتحولات التي حدثت طوال الفترة الماضية. الأهم الآن ألا يظل اليمني رهين سواء لإيران أو للسعودية أو غيرها. هذه أنا باعتقادي أنه الطريق الأقرب والأسلم لإعادة ترتيب المشهد اليمني، عدم الاستسلام لدعاة الحرب ورعاة الحرب الإقليميين. هذه هي الطريقة الأوحد والأقصر للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه اليمن اليوم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.